الأستاذ علي فرحان. البعض يسأل أنت أنا برنامج كرة كابتن. كابتن؟ إيه طبعًا. والله متطورين. عندك صورة بشورت؟ أغشك لا مكتول بملعب. مكتول بملعب. وين؟ شنو هاي القصة مع المكتول بملعب؟ والله أنا زوراعي. أنت زوراعي. زوراء ويعني قبل شوي يعني ما معروف ويعني ما عندي شهرة يعني ما مشهور. فأصدقائي شرطاويين. حلو. صادفة لعبة الزوراء والشرطة. جيد. لعبة قوية نهائيات أتذكر بالألفين واحد. 2002. حلو. ماكو مكان المقصورة للزوراء يعني قاعد ويا أصدقائي بالشرطة. ويا جمهور الشرطة. متعصبين. الشرطة والجوية. بس أنا اللعبة كلها. ساكت. يعني ساكت. ألوب. قولوا الزوراء على الشرطة قول حلو. قلت إيه. قولوا هم فريق إيش. ما أحكي لك يعني. إيه هو هي هاي اللي ما أحكي لك الصهر. ما يعني ما. ما غير هدوم طلعت. إيه لا شاقة ماكو بعد الشاقة. بتفيد. إيه ما شاء الله شرطاوين وين وين اللي يوجعك؟ إيه روح أقعد. قالت أحمد كاس صديقنا. إيه. مدرب فرق شعبية. أحمد عصبي. الفريق مالته يعني الفرق شعبية ما قاعد يقدم أداء. فلاعب مهاجم هجمة على الخط. والمدرب احمد كاس يركض وياه اسرع اسرع اركض اسرع. اللاعب وقف قال له يعني عندي سرعه ضامه عليك.